اهلا بيكي يا دكتوره. اهلا وسهلا بيك بطلتنا الاولمبيه. اهلا وسهلا دكتوره جيانا. ازيك؟ حضرتك الحمد لله. دي حاجه بسيطه طبعا. ميرسي. بوكي ورد. شكرا. لونه احمر طبعا عشان احنا كره الاهلي. طبعا. يقول لك مبروك ومنورانا. ميرسي يا كابتن. وخلينا نطلع لتقرير عملناه مخصوص لبطلتنا الاولمبيه جيانا فاروق وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. جيانا منوره الاستوديو. ميرسي يا كابتن. بجد يعني حاجه لقاء مستنيينه من زمان، بس خلي بالك الانجازات الكبيره ما بتقدمش. الحمد لله. يعني انا مبسوطه طبعا ان انا معاكم في قناه الاهلي بيتي الثاني، وطبعا مبسوطه ان انا مع حضرتك. انا يعني برنامج الابطال ده بالنسبه لي حضرتك عارف هو عزيز عليا قد ايه، وطبعا متشرفه جدا بوجودي مع حضرتك. طيب خلينا نتكلم عن البدايه. يمكن قبل الاولمبيات قابلتك مشاكل كتير، يمكن كنت معانا قبل الاولمبيات والحمد لله رب وشنا كان حلو عليكي. الحمد لله. كان اكيد قبلك صعوبات كتير. انا دايما بحب يعني اظهر الصعوبات عشان نشوف حجم الانجاز. ابرز هذه الصعوبات اللي قابلتك قبل الاولمبياد كانت ايه؟ والله يعني انا مهما قعدت احكي للناس حجم الضغوطات والصعوبات اللي هي اللي اللاعب بيواجهها قبل اي ايفنت كبير، بالذات حاجه زي الاولمبياد، الناس طبعا مش هتبقى متخيله غير لو عاشت. صحيح. الكلام ده. بس ممكن اقدر اقول ان ابرز الحاجات الاصابات. انا تعرضت لشويه اصابات قبل الاولمبياد كانت صعبه، والفتره بالذات اللي قبل الاولمبياد دي كانت صعبه عليا في الاصابات. فكنت بضطر ان انا اخد من وقت النوم اللي انا المفروض انامه علشان خاطر اعمل جلسات العلاج الطبيعي. يا خبر ابيض. فطبعا الموضوع كان بيبقى بالنسبه لي مجهد طبعاً. جدا لدرجه ان انا مره قبل نمت يعني غصب عني على البساط قبل التمرين، وقعدوا يصحوني التمرين هيبدا وانا ما فيش بقى، انا نايمه عايز انام. في مره يعني للاسف الاصابات هي اللي كانت ابرز حاجه في الفتره اللي هي قبل الاولمبياد. طبعا في حاجه تانية كميه بقى الناس اللي هي بتبقى عايزه تحبطك، بتبقى عايزه توقعك. الطاقه السلبيه. بالظبط بالظبط. واللي مش حابه نجاحك، واللي مش حابه ان انت تعمل حاجه. دول برضو يعني ما اكثرهم في الفتره الاخيره. تنصحي اللي زيك او اللي بيتفرج علينا يعمل ايه مع الناس؟ يعني كتار موجودين وسطنا، يعني يعملوا ايه مع اللي حواليه اللي بيديله طاقه سلبيه او عايزين يحبطوك؟ تتصرف ازاي مع حاجه زي كده؟ كل ما يضايقوك انجح. يعني هي دي ابسط حاجه. كل ما يضايقوك انجح اكتر. هي دي انا ماشيه بالمبدا ده. كل ما حد يبقى عايز يوقعك، كل ما حد يبقى عايز يضايقك، كل ما حد يبقى عايز يشوفك وانت بتخسر، احرجه بمكسبك. عنيده انت برضه شويه. عنيده. لا عنيده في الصح يعني. يعني شخصيتك مش الشخصيات العنيده اللي هي في النجاح. انا هنجح يعني صعب، بالرغم كمان الظلم اللي انت تعرضتي له في الماتش قبل النهائي. للأسف. الظلم اللي كلنا شفناه، والحقيقه ان هو يعني طبعا يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل، بس ان هو جه من حد كان المفروض هو كان يبقى اكبر داعم ليكي، بس ده ما احبطكيش. يعني انا طبعا لحظه ما النتيجه اعلنت، طبعا انا يعني في لحظتها حسيت بظلم رهيب جدا. لدرجه ان انا نزلت من الملعب انا بعتذر للمدرب بتاعي، لان يعني احنا اصلا متفقين من اليوم اللي قبلها احنا باذن الله انا رايحه اجيب لك ده. فكانت بالنسبه لنا صدمه، لان انا واقفه على ان خلاص، يعني انا واقفه اصلا ان الترجيح بتاعي خلاص. انا هكسب الماتش. وصلت النقطه دي بقى انا كنت متاكده ان الترجيح بتاعي. حتى اللجنه الاولمبيه الدوليه نزلت تويته قبل ما الماتش يخلص بثواني بتبارك للبنت بتاعه الصين على حصولها على البرونز. خبر ابيض. واتشالت على طول اول لما نتيجه الماتش اعلنت. بتحس انه كان في يعني حاجه مش مظبوطه حصلت. انت مش هو حتى المبرر اللي اتقال من الحكم، يعني ان هو ما كانش عايز يرفع علشان ما يبانش ان هو متحيز للعرب. طب حكم بالعدل، انا ما طلبتش منك تتحيز لحد. حكم بالعدل. حكم بالعدل او يعني ميداليه. اوكي. طبعا يعني التحكيم احنا مش طالبين حاجه. بالظبط. حكم وكمان بالعدل. خلي بالك او اعتذر عنك يعني اعفي نفسك من الحرج ده واعتذر عن انك تقف تحت. خاصه ان انت رانكك ومستواكي في البطولات اللي قبل كده انت احسن. يعني هو ده اللي ضايق الناس. بس عايز اقول لك على حاجه، سبحان الله هو نصيب. الحمد لله. هو نصيب. وكمان انت جايبه لنا ميداليه. الحمد لله. الميداليه موجوده معانا اهي. يعني ولو تفتكر يا جانا والله العظيم عايز اقول كنت معانا على كنت مع حضرتك. احنا فاكره؟ فاكره. قلت لك كنت قاعده في نفس المكان وانا كنت في نفس المكان، وقلنا لك يا جيانا ان شاء الله تجيب لنا ميداليه.
وما كناش شارطين الميداليه ايه، ما كناش ذهب ولا فضه ولا برونز، ولكن ربنا شاء كده. وانت كنت صاحبه اول ميداليه، يعني يمكن انت اللي فرحتي مصر كلها. الحمد لله، يعني كان نفسي طبعا ان هي تبقى ذهب وافرح المصريين اكتر من كده، بس قدر الله ما شاء فعل وانا راضيه يعني. لا عندنا دي احسن من الذهب. الحمد لله. وعلى لله. فكره هي البرونز لونها القريب من ده. يعني قريب. انا بقول ان الميداليه الاولمبيه ما لهاش الوان. برافو عليك. هي ما لهاش الوان. برافو عليك، ده اسمها ميداليه اولمبيه. اسمها ميداليه اولمبيه. طب قولي لي، بعد ما كسبتي الميداليه على طول، اول تليفون جالك مين او اول اتصال؟ انت طبعا في الملعب تهاني وكل ده، بس رحت على تليفونك، مسكت تليفونك، اول حد تواصلت مع مين؟ انا اصلا اول لما نزلت اول حد كنت عايزه اجري برضو اعتذر له وطيب بخاطره هي والدتي. يمكن الناس كلها عارفه الله. ان انا عندي 27 سنه وكبيره ودكتوره وكل حاجه، بس انا لحد اخر تمرينه ماما معايا في كل التمارين. ماما يا باشا. فيعني انا كان نفسي ان انا افرحها، وكان نفسي ان انا اجيب لها ميداليه دهب. فانا اصلا نازله بدور على موبايلي ان انا اكلم ماما واكلم اهلي. بس طبعا احنا اول لما بنخلص الماتش بياخدونا بنروح على الحته بتاعه الميديا والكونفرنس عشان بالظبط. فلقيت ان انا في مداخله مع برنامج هنا في مصر، وببص ان هم متصلين بماما. يعني كانت اول مكالمه بيني وبين ماما على الهوا. قعدت اعيط بقى على حلوه دي، حلوه دي. يعني انا ده ماما على الهوا. طب عيط بقى، حاولت امسك نفسي على قد ما اقدر. بس يعني اول بقى لما سمعت صوتها، لان هي كمان ما لمتنيش على اي حاجه، بالعكس هي كانت مبسوطه وفرحانه. مين يلومك؟ ده انت حاجه يعني. ما ضل عيطني والله، ان هي مبسوطه وفرحانه، وان هي شايفه ان انا بطله، وشايفه ان ده ان الميداليه دي بالنسبه لها ذهب. ده انجاز كبير. مين بقى يعني؟ تخيلي احنا مش احنا يعني لا نملك ان احنا نوجه الا كل يعني عبارات الشكر والتقدير ليكي. ما بالك والدتك؟ مستحيل حد. ده انت عملت انجاز كبير جدا. اصل هي دايما تقول لي يعني اعملي اللي عليكي ومش مهم النتيجه ايه. يعني انا عندي ان انت تخسري بس تبقي عامله اللي عليكي، احسن ما تكسبي وانت مش عامله اللي عليكي، او علشان هو اللي ربنا بس ايه سندك عشان ما تخسريش. اعملي اللي عليكي وكده كده ربنا هيبقى في ظهرك يعني. صح، وربنا اللي كاتبه هيكون. الحمد لله. وخلي بالك انت ما شاء الله قدوه، يعني انت كمان دكتوره صيدلانيه. ويعني الحقيقه اي حد بيفكر يقول لك الرياضه بتعطل، انت بتقولي له دلوقتي لا، ده انا بطله اولمبيه وكليه من كليات القمه الصعبه جدا. هل ده بيعطل فعلا؟ لا، انا مش مقتنعه خالص بموضوع ان الرياضه بتعطل عن الدراسه او ان الدراسه بتعطل عن الرياضه. انا شايفه ان اللي عايز ينجح في اي حاجه بيعرف ينجح فيها. انت بس محتاج ان انت تنظم وقتك، وان انت تبقى عارف كويس قوي ان انت حياتك هتبقى مضغوطه ومختلفه عن الشباب اللي في سنك. يعني انت ما عندكش وقت للرفاهيه كتير، ما عندكش صحيح. وقت للخروجات، ما عندكش وقت تخسره. ما فيش. انت عندك انت ما عندكش وقت اصلا ساعات تمسك الموبايل علشان تبص شويه على فيسبوك ولا على اي حاجه من الحاجات دي. انت وقتك هو محسوب. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انت لازم دلوقتي تبقى بتعمل حاجه دي، ما ينفعش تعمل حاجه غيرها. صح، بس مش كل الناس بتقدر تعمل الكنترول ده. يعني اللي عايز ينجح لازم يعمل كده. اللي عايز يعافر ومش عايز يسيب حاجه هو متميز فيها لازم يعمل كده. طيب خلينا نروح لحته مصر والانتماء لمصر وحب البلد وحب تراب البلد دي، لان انا 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 واحد من الناس لعبت باسم منتخب مصر 19 سنه، وعارف ان ده شرف كبير قوي ان انا البس بدله او قميص عليه اسم مصر. لما انت شفت علم مصر بيترفع وشفت واللحظه دي ان انت حاسه ان انت عامله حاجه لبلدك، يعني كلميني عن انتماء المصريين لبلدهم. والله يمكن فعلا زي ما حضرتك بتقول، اللي بيلعب رياضه بيحس الحته دي زياده عن اي حد صحيح. تاني مصري، لان بقى لحظه رفع العلم والنشيد وهو بيتعزف، والناس كلها قايمه بتحترم النشيد اللي بيتعزف، وقايمه محترمه البطل اللي جاب ميداليه لبلده. دي بتبقى بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي قوي يعني. وبرغم ان انا عملت ده كتير قبل كده، بس كل مره بيبقى ليها احساس جديد مختلف. صحيح. يعني صحيح. طبعا مرة الاولمبياد بالنسبه لي كانت يمكن احلاهم. طبعا طبعا عمرك ما تنساها. عمري ما هنساها طبعا. لا عمري ما هنساها، لان واحنا عمرنا ما ننساها طبعا. يعني هي ليها كواليس كمان، ان لما يبقى وزير الشباب والرياضه قاعد في المدرجات هو اللي بيشجع من فوق، هو اللي بيكاتشر عليا من طبعًا فوق. طبعا مصر يعني يا جماعه، يعني كان كلنا مصريين. كان احساس طبعا مختلف. انا كنت سامعاه، كنت سامعه دكتور اشرف، هو لان هو كمان كان لاعب كاراتيه وكان حكم كاراتيه، فهو فاهم كويس برضه في اللعبه. فانا كنت قاعده سامعاه من فوق. قال لك ايه بعد انا يهمني في اللحظه اللي كان فيها الترجيح والترجيح ما كانش لصالحك، قال لك ايه بعديها؟ الدكتور اشرف طبعا طيب بخاطري، ويمكن من الجدير بالذكر ان هو برضو يعني ما سكتش هناك.
هو جاب لي حقي هناك زي ما بيقولوا تالت ومتلت، يعني يعرف يجيب حق البلد. طبعا مصريين حلوة يا قوي يعني. مصريين يا باشا. بس يعني خلاص هو قرار حكم بس وطلع وقف جنبك يعني طبعا، وقف جنبي، جنبك. وهو لحد دلوقتي بيقول انا بعتبر ان الميداليه بتاعتك دي بالنسبه لنا ذهب، طبعا كل مصر وان شايفه هي كده. كانت فتحه خير، وجي بعدها ميداليات تانية في ميداليه كمان في الكاراتيه، وبعد كده جه احمد الجندي في الخماسي، ف يعني كان في كميه احداث حلوه شجعت بعد. المصريين بقى، بالظبط. شجعتيهم يعني، انت اللي فتحت الباب ان الباقي يقول لك لا انا عايز انا عايز. طب خليني اقول لك حاجه بقى، لما بدات الاولمبيات ويوم ورا يوم ما بنجيبش ميداليات، دي بتضحكي طبعا، لان طبعا احنا كلنا مصريين، وكل يوم بعد يوم حتى انا نفسي كتبت على صفحتي قلت يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم اولنا الكاراتيه. انت ما حسيتيش ان ده حط عليك عبء؟ مبدئيا انا قفلت السوشيال ميديا. طبعا مبدئيا برافو عليك، قفلتها، لان للاسف النقد بتاع الناس على اللعيبه اللي كانت بتخسر كان قاسي. كان بشع، كان كان قاسي. بشع كان قاسي. يا جماعه. اللعيبه اكيد هو مش طالع عايز يخسر، اكيد هو طلع ادى اقصى حاجه عنده، عشان بس ما يوصل. حصلش توفيق من عند ربنا. ما هو في الاول في الاخر هو ده نصيب. الله عليك. ما حدش فينا طالع كان ضامن ان هو هيجيب ميداليه، مهما كانت الناس حاطه توقعات على لاعب، ومهما كانت الناس متوقعه ان ده هيجيب ميداليه، ما فيش حاجه اسمها كده. هو في الاول في الاخر توفيق. نصيب وتوفيق. يمكن برضو انا والله قفلتيه قبل ولا بعد؟ قفلته اول لما الاولمبياد بدأ، بعد ما الاولمبياد بدأت بيومين. بس انت خدتي لك شويه، شفتي شويه لا برضه. شفت فده اللي شفتي خلاني قفلت الاكونتات وقفلت لان احنا كلها. كنا لسه هنا في الكاراتيه، احنا سافرنا متاخر متاخر شويه. طبعا، لانه عشان يعملوا تباعد فسفروا كل اللعبات او اللعبات المنافسات على كذا فوق، فاحنا كنا اخر فوق خالص. فانا تقريبا حضرت وقت كبير قوي من الاولمبياد وانا هنا، يعني لحد هدايه وسيف ما كانوا بيلعبوا انا كنت هنا. كنا لسه هنا. قفلت طبعا السوشيال ميديا. كان في تواصل تقريبا شبه يومي مع دكتور اشرف، كان بيشجعنا. بس هو كان هناك، كان بيكلمنا من هناك، وكان دايما حريص على ان هو يشجعنا ويقول لنا ان هو مستني مننا ميداليات، وان هو واثق ان احنا هنجيب ميداليات، وان اللي بيحصل ده ما ياثرش فينا. فيمكن كان في حاجات برضو حلوه بتشجع الواحد، في ويندو حلوه جاي منها امل. بالظبط. بالظبط. بس انت قفلت كل السوشيال ميديا قفلت. وقلت قفلت طبعا. قفلت لان كمان كان في بوستات، يعني يا جماعه ابوس ايديكم ما توتروناش، لان مش عارف فلان الفلاني مرشح ان هو يجيب، ما حدش يوتر اللعيبه. وعايز اقول لك والله، بس انا قلت والله، انا قلت بسم الله. على محدش فكره يوتر اللعيبه. انا كنت هقول لك الحاجه، انا كنت قايل ان الكاراتيه بالحسابات، مش ثقه قد ما هي حسابات. بالظبط. بالحسابات لا، ده حسابها ايه، هي بطولات العالم اللي اتعملت قبل كده، ابطالنا وضعهم ايه، خبراتهم ايه. فانا كنت شايف ان الكاراتيه، انا كتبت لسه الاماني ممكنه الكاراتيه المصري لما يلعب، قلت كده. وكانت ميداليتك بالنسبه لي انا فرحت بيها جدا، الحمد لله. لان انا ضد ان انا، خلي بالك من الكلمه اللي بقولها دي، اصفي حساباتي مع اي حد يعني في الاتحادات او اي حد في المنتخبات على اسم مصر. صح. انا مختلف مع حد في ادارته للاتحاد، او مختلف مع حد في ادارته للمباراه او اداره فنيه، اركن ده على جنب، ده في حته ومصر في حته تانية خالص، انا معاك وفي ظهرك لغايه ما تجيب لنا ميداليه. فللاسف هو ده اللي كان مضايقكم. بس خلينا نروح لحاجه تانية، وهي العوده بقى بالميداليه على الطياره، وخلاص هتركبي الطياره وراجعه مصر. كلميني، ان انت بتقولي يا ارض يعني لف بسرعه عايز اروح، كلميني على الشعور ده. والله انا من ساعه ما خلصت الماتش اللي جبت فيه الميداليه، يعني لحد اصلا ما روحت القريه، وانا اصلا ما كنتش مستوعبه ان انا معايا ميداليه، وان ده حصل بجد. يعني انا لسه مش فاهمه ايه اللي حصل، لحد لما روحت وفتحت السوشيال ميديا وبدات اشوف الناس وهي بتتكلم، والناس وهي بتتكلم عن الماتش واللي حصل في الماتش، وان هم معتبرين، يعني ده برضو خفف عليا شويه الظلم اللي حصل، ان الناس محدش محملني خطا او محدش محملني نتيجه، ان هم شايفين ان انا عملت اقصى حاجه عندي، دي كانت بالنسبه لي اهم حاجه. انا كنت متوقعه وانا مروحه ان انا هلاقي ماما وهلاقي اهلي وهلاقي اصحابي في المطار، انا كنت متوقعه ده، بس ما توقعتش حجم الاستقبال اللي كان موجود. ما توقعتش ان انا هلاقي كميه الناس اللي انا ما اعرفهاش، وان الناس دي جايه فعلا تستقبلني وترحب بيا كما لو ان بنتهم هي اللي كسبت. طبعا دي كانت بالنسبه لي حاجه فرقت طبعا في نفسيتي جدا جدا جدا. حسيت ان فعلا عملتي حاجه. طبعا يعني انا ما كنتش متوقعه. طب وانت في الطياره يعني، يعني يعني المسافه طويله. بالظبط. المسافه طويله، كانت كام ساعه؟ لا كتير. لا كتير، بتاع 14 ساعه تقريبا او اكتر. طب يعني مش عماله تقولي ابص في الساعه انا عايز ارجع مصر؟ انا عماله ابص في الساعه لحاجه تانية، لان انا
كان بقالي سنه ما شفتش خطيبي، وكان راجع طبعا. نفس اليوم. لا كان راجع في نفس اليوم قبليها بساعتين. يا خبر فهو رجع وقعد استناني في المطار. سنة. فانا كل سنه سنه تتواصلوا مع السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا بس، يعني سواء فيس تايم سواء مش عارف، انما ما شفتوش بعض خالص. لا مسافره يا هو مسافر. هو في كندا بيحضر الدكتوراه بتاعته وانا هنا كنت عشان الاولمبياد. ويعني من المواقف اللي كانت مضحكه ما بيننا قبل الاولمبياد ان انا احنا كان كاتب كتابنا متوقف على الميداليه، جبنا ميداليه لما ترجع هنكتب كده. ما جبتش ميداليه مش هنكتب حاجه، هنكد عليكم كلكم عشان مش كاتب كتاب اي حاجه خالص. فيعني فهو كان بيدعي علشان خاطر كاتب طبعا. احنا بنبارك لك طبعا كاتب كتاب باي ذا واي، وان شاء الله يا رب تبقى خطوه جميله في حياتك ويسعدكم يا رب، لان انت تستحق كده. معلش انا حبيت بس ابارك لك على الهواء. المهم اتكلمته واتقابلته بقى، كنت خلاص وصلته. هو كان من المستقبلينك في المطار بالظبط. كان وصل قبليها بساعتين وقعد مستني في المطار. دي على فكره حاجه طريفه جدا. هو اصلا كمان جاي من كندا، ده 14 ساعه طيران، ده اصلا بقاله كتير قوي برضه، يعني بقاله كتير ما نامش. يعني بتخيل كندا واليابان عشان تتقابلوا تاني في مصر بالظبط، وانت جايبه ميداليه بالظبط. لا حاجه جميله. كان هو فرحان طيب جدا. يعني يمكن انا بقول ان من حظي الحلو ان ربنا رزقني بحد فاهم كويس قوي انا بعمل ايه، وداعم جدا جدا للي انا بعمله، وكان فرحان جدا بالميداليه برغم ان هو مش حد رياضي. يعني معاش الاجواء دي بس كان قاعد متابع الماتشات ماتش بماتش. احنا كمان يعني الفرق كان ما بين مصر واليابان 6 ساعات، فما بين بقى اليابان 12. وكندا 12 ساعه صح. فهو كان قاعد بيتابع الماتشات، وكان صاحي الجاليه المصريه كلها في كندا كله بيتفرج وبيدعي. فيعني انا بقول ان ده نصيبي الحلو. لا ان شاء الله ويبقى احلى نصيب، لانه الحقيقه لما بيبقى في تفاهم بين الاثنين الحقيقه بتبقى بدايه كويسه جدا. الحمد لله. طيب خليني اتنقل لفيس 2 من الحوار. فيس 2 من الحوار هو المستقبل. اولا بصي يا جيانا، انت كادر يشرف اي مكان بامانه ما شاء الله. يعني واحنا ما بنقولش الكلام ده عشان نجاملك او من باب المجامله، لا الكلام ده حقيقي، والكلام ده العالم كله. انت دكتوره صدرانيه علما على مستوى عالي، بطله، عندك اصرار، عندك تحدي، رمز للمراه المصريه، رمز كبير للمراه المصريه. شايفه مستقبلك ازاي؟ شايفه الاول الكاراتيه، خلينا في الكاراتيه، وبعد ما بعد الكاراتيه شايفه ازاي؟ والله انا بعتبر ان اللي بيلعب لعبتنا دي يعني بتبقى حاجه بعد كده بتجري في دمه. الكاراتيه ده هو ما بيعرفش، حتى لو مش هيلعب بطولات هو ما بيعرفش يوقف ممارسه اللعبه يعني. صحيح. فبالنسبه للكاراتيه انا يعني من ساعه الاولمبياد طبعا، لان الفتره اللي عديت بيها قبل الاولمبياد كانت صعبه جدا جدا عليا نفسيا. صحيح. كانوا اصعب 5 سنين عدوا عليا تقريبا في ال 20 سنه بتوع اللعبه. فانا يعني في فتره بريك، هي قام طويله شويه من ساعه ما خلصت الاولمبياد، بس انا فعلا محتاجه ده، محتاجه ان افصل واني اهدى عشان اللعبه ترجع تاني. يعني توحشني، اشتاق لها. صح، برافو عليك، تفكير سليم. لان معظم اللعيبه اللي بعد الاولمبياد لعبت على طول بطوله العالم اللي كانت بعدها، معظم الاولمبيين اللي جابوا خسروا. كان طبيعي لازم كنا ننزل بالكيرف. فيعني وتنزل بيه انت بنفسك، انت بنفسك عشان تفصل خالص، بعيد عن اللعبه خالص. احنا كنا كل ما نكلمك شرم اسكندريه لا مفيش بقى، يعني بشوف بقى حاجات ما شفتهاش طول عمري. يعني انا قاعده في التمرين ده موجود في مصر الكلام ده، انا ما اعرفش. حرم نفسك من حاجات كتير. حرم نفسي طبعا من حاجات كتير، من سفر، من فسح، من يعني حاجات اسريه وعائليه. صحيح. كان صحيح. المفروض احضرها. مفيش. طيب خلاص احنا خلصنا كده الكاراتيه راحه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في الكاراتيه. طيب ما بعد الكاراتيه عايزه تكملي في ايه؟ عايزه اولا انت اي مكان يعني هيرحب بيكي يعني هيفتح زراعيه زي ما بيقولوا، انت تبقي معاهم، بس الريفرنس هنا انت عايزه ايه؟ انا والله طبعا بالنسبه لي كان نفسي انزل انتخابات مجلس الاداره اللي فاتت، بس غصب عني طبعا لظروف ان انا هسافر مع طبعا مع جوزي، فمش هبقى متواجده. فحسيت ان هو لا، ما ينفعش يبقى في مسؤوليه بحجم النادي الاهلي وانا مش متواجده في البلد. فقررت ان انا اجل الخطوه دي شويه. حاليا شغاله في حاجات ليها علاقه بتنميه الرياضه والوعي الرياضي بالذات في المحافظات. ده دراسه يعني بتعمليها ولا في دراسه بعملها بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه بنشر الرياضه النسائيه
في المحافظات. في المحافظات. برافو. يعني طيب كانت فكره اتكلمت فيها دكتور أشرف. لما اتكلمتي عن ده في مؤتمر الشباب او اتكلمتي على حاجه قريبه من كده في مؤتمر الشباب صح ولا غلط؟ بالظبط بالظبط. يعني انت كنت مركزه اكتر على دور المراه المصريه ونهضه المراه المصريه ودورها صح ولا غلط؟ انا بشوف ان احنا الستات بتوعنا جامدين قوي وبيعرفوا يعملوا كل طبعاً. حاجه يعني طبعاً. لا الست المصريه فعلا من نوع الستات اللي بيستحمل الشقه. صحيح. فنفسي ان ما تبقاش بس الرياضه في الستات مقتصره على القاهره واسكندريه واللي هي المحافظات الكبيره، لا نفسي ان هي انا مؤمنه جدا بستات الصعيد وعارفه ان هم بيقدروا يعملوا حاجات، يمكن بس العادات والتقاليد شويه في الصعيد بتمنع موضوع الرياضه. عايزين نكسر ده، عايزين نفهم الناس ان الرياضه دي حاجه كويسه، وان هي في ناس كتير بتشوفها من منظور وحش، لا الرياضه دي حاجه كويسه وحاجه بتهذب الاخلاق وحاجه بتبني شخصيه، يعني ده اللي نفسي ان احنا ننشره يعني. ربنا معاكي ويعينك. خلينا نطلع لفاصل بقى جيانا عشان احنا جهزنا احتفال بيكي على الهواء، وهنطلع لفاصل ونرجع نحتفل معاكي. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل احتفالنا مع الدكتوره والنجمه الاولمبيه الكبيره جيانا فاروق، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تعودنا التقليد اللي بنعمله في قناه النادي، ما بالكم بقى نجمتنا جيانا فاروق البطله الاولمبيه الحقيقه اللي فرحت مصر كلها. احنا جبنا تورته. سي والله يا كابتن، يعني اخترنا احلى صوره اللي احنا هي اي حاجه منكم حلوه طبعا، ربنا يخلي حضرتك ده مكانك وبيتك مرسي. واحنا بنبارك لك، وصدقيني هنفضل العمر كله فخورين بانجازك، والعمر كله هنفضل نحكي لبعض لانه انجاز كبير وطلع من النادي الاهلي. ربنا يخليك. وعايز اسمع برضو تعليقك وكلمه توجهها لجمهور النادي الاهلي بيتفرج عليك. طبعا انا حابه اشكرهم، لان هم لولا دعواتهم ولولا السبورت اللي هم كانوا بيدوه لي قبل الاولمبياد انا طبعا ما كنتش قدرت ان انا اوصل للميداليه دي. يمكن كان الهدف الاول طبعا في حصولي للميداليه ان انا كان نفسي افرح الناس، يعني انا كان نفسي صحيح. لان فعلا الشعب المصري شعب جميل ويستحق ان هو يفرح، وهم كانوا كلهم متابعين، فكان نفسي ان انا اقدر اعمل حاجه ان هي تفرحهم، فاتمنى ان انا اكون قدرت افرحهم ولو جزء بسيط. طبعا يعني فرحتيهم، كان جمهور النادي الاهلي كله متابعك، واول ما خدت ميداليه كل اتكلم وكل كتب الف مبروك، نتمنى لك التوفيق في كل حاجه. ميرسي. كغرتيها تكملي، بنتمنى لك التوفيق، كادر الحقيقه تشرفي اي مكان ان شاء الله يا كابتن. نورتينا وشرفتينا. ميرسي حضرتك كابتن. ميرسي. بس قبل ما نخلص لازم تقطعي التورته. يلا بينا. وانت اللي هتقطعيها بنفسك. يلا اتفضلي. يعني الف مبروك يا جيانا، يا رب ان شاء الله ونقطع تورته ثانيه وثالثه باذن الله ليك ان شاء الله. باذن الله. ميرسي يا كابتن. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع بطلتنا ونجمتنا الاولمبيه جيانا فاروق. نتمنى يا رب يكون اللي اتفرج علينا اتعلم حاجه من اصرارها وعزيمتها، وان هي نموذج مشرف للمراه المصريه. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا في حلقه جديده باذن الله مع ابطالنا في برنامج الابطال.